اليوم جينا المعرض ديال الابواب المفتوحه للشرطه، حضرت لهذه الزياره. اول دخلت هذا ديال المحافظه على النظام العام، خديت بعض الشروحات اللي هما شرحوا لي ما معنى الجير وجميمو، كتعني التدخل والحفاظ على النظام العام. عرفت شنو هي الوسائل المستعمله في التدخل وكيفاش النظام وكيفاش كتعطاهم الاوامر. شرح بعض الشروحات. هذا الشيء كله زوين يعني الله دخلنا، ولكن كنتمناو الفاعليه ديال الامن انها تكون داخل المجتمع وتكون عندها فاعليه، وهذه كلها تظاهرات على انها عندنا الات ومعدات، ولكن الامن فهو اكثر من المعدات، فهي ثقافه ما بين المجتمع يوعى بان الامن كنمثلو انا وانت، وهذاك الشرطي ما هو يساعد الاداره المديريه العامه للامن. كنتمنوا انها توظف اكبر عدد حتى تغطي المساحة كبيرة، لأنه عندنا الجرائم كثرات والفاعلية ديال رجال الأمن قلات. بغينا نعرفوا الأسباب، ولهذا جيت هذا المعرض باش نبحثوا ما هي الأسباب الحقيقية ديال تفشي ظاهرة الإجرام وانعدام الأمن. يعني فعلا ملي كيقولوا انعدام الأمن، كاين انعدام الأمن وكاين الخوف المواطنين. مثلا نعطي مثال في منطقة الحي الحسني، وغناخذ حي الصفا، كوميسيريه ديال الصفا اللي كنتشكاو منا، عندنا 6 الاشخاص عناصر مع العلم انها كتغطي مساحه كبيره ومعروفه بالاجرام. هذا بالنسبه لي ما هو السبب؟ واش الاداره ما قادرهاش توظف وما عندناش كفاءات باش توظفهم؟ واش ما عندهاش النيه او على الاقل تكون عندنا فاعليه؟ جينا لهذا المعرض باش نعرفوا ما شنو هو المستقبل وشنو غتعطينا ان شاء الله مديريه الامن، وان شاء الله يكون الخير وحنا معاهم في التواصل ان شاء الله. أول مرة غادي نجي لمعرض الأمن الوطني، استفدنا بزاف، استفدنا عرفنا شنو هو كل درجة لاش غادي تقدر تصلح، عندك تكون كل درجة تاع شنو كطلب عاوتاني، أي تكوين بغيتي ديري خاصك دوز من بزاف الأمور، دوز من التكوين عاد ديك الساعة وكدير ديك الساعة إنا هما عاوتاني على حسب إنا درجات كيصيفطوا، لاخاطش ماشي كل واحد عاوتاني كيتصيفط كيختاروا كل وحدين كيختاروا منهم حاجة اللي كطلب منك. وشرحوا لنا بزاف الامور استفدنا منها، استفدنا اهم الشرطه، اهم حاجه اولى في البلاد اللي خاصك دير، استفدت بزاف بزاف بزاف. اليوم جمعيه منتدى في كل دقيقه حقيقه قامت بزياره المعرض الشرطه بالدار البيضاء، معرض الدولي بالدار البيضاء. اليوم جينا باش كنشوفوا اللوازم اللوجستيكيه اللي كتستعملها الشرطه من عام 1950 لحد الان، والحمد لله شفنا اليات اللي جديده. هذا الشيء كيفرح بالنسبه للوطن ديالنا، وكنتمنوا من الله اللهم اجعل هذا البلد امنا مطمئنا. الديمقراطيه التشاركيه التي تجمع بين جمعيات المجتمع المدني وما بين المؤسسات العموميه، ارتقينا بدعوه عبر الشبكه العنكبوتيه الا ان الحضور ديالنا هنايا باش نعرفوا كل اللوازم والمعدات ديال الامن الوطني اللي تبارك الله اللي كنقولوا في هذا المعرض بان كنقولوا فعلا سمي الامن الوطني فالامن الوطني. فتحيه لرجال الامن الوطني وتحيه لجمعيه المجتمع المدني دائما بشعار الله الوطن الملك. احنا النسيج الجمعوي لجمعيات المجتمع المدني بعماله مقاطعه الحي الحسني، نزلنا لهذا المعرض بثقل باش نشوفوا المنتوج اللي كتسوقه مديريه الامن الوطني، ولقينا شي اشياء اللي هي مهمه جدا، فكانت بعض الشروحات وبعض الاضافات اللي كنا ربما كنجهلوها. ولذا حنا من صميم القلب ديالنا كنشكروا رجال الامن وعلى الخدمات اللي كيقدموها للمواطن بصفه عامه. تحيه للشعب المغربي وتحيه لرجال الامن والجيش الملكي. هذا الشيء ما عمرنا شفناه الصراحه، اول مره كنشوف هذا المعرض ديال الشرطه، وكنشكر الناس اللي قيمين، وكنطالب بالمزيد من المجهودات، لان الشعب المغربي باغي الامن وباغي يعني الاستقرار، وكنقولوا يعني لا للارهاب، لا للفوضى، لا للشغب. يعني الشعب المغربي خاصو يريح راسه، حتى رجال الامن راهم يعني يديروا المجهودات ديالهم، ورجال الامن ما تكونش عندهم غير ودينه
ما يبقاش يسمعوا لدوك السفهاء اللي كيقولوا فيهم كلام يعني اللي كيجرحهم. يعني كما تيقول القافله تنطلق والكلاب تنبح، وما يديروا الواجب اللي عليهم والكمال على الله.